بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لك الحمد يا رحمن، ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وأفضل الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلاً وسهلاً بأيام الفرح والسرور، مرحباً بأيام البهجة عنوانها والأنس والاجتماع شعارها، مرحباً بهذه اللحظات من كل عام. معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، سعادة وكلاء الجامعة الكرام، سعادة عمداء الكليات والعمادات المساندة، إخواني الموظفين والحضور الكرام، أهلاً وسهلاً بكم حفلنا الكريم. ها قد دبت نسماتك واشتقنا لفرحتك ولقائك، ولكنك تتزايد جمالاً ورونقاً في كل عام. وأحق ما نبتدئ به حفلنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم مشاري بن محمد الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حفلنا الكريم في هذه المناسبة السعيدة لمعالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري كلمة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة هذه معايدة، ولكن من باب حقيقة ذكر بعض الأشياء واستغلال فرصة وجودكم بيننا، اسمحوا لي بإلقاء هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. بداية، يسرني أن أرحب بجميع منسوبي الجامعة في معايدة جامعة شقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأجدها فرصة لأرفع باسمي واسمكم جميعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أبارك للقيادة الرشيدة حفظها الله نجاح موسم حج هذا العام 1440، والذي كان بفضل من الله ثم بفضل القيادة الرشيدة حفظهم الله، فقد نجح هذا الحج كما تعلمون
للاهتمام الكبير والمتواصل وتسخير لكافة الإمكانيات البشرية والمادية لراحة حجاج بيت الله الحرام حتى يتمكنون من تأدية مناسبتهم بكل سهولة ويسر منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم مقبولين سالمين غانمين بإذن الله. كما أحب أن أشيد في هذه المناسبة بمشاركة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ممثلة بالعيادة الطبية المتنقلة لخدمة الحجاج في تقديم الخدمات الصحية للعابرين إلى مكة من الحجاج، وكذلك فرقة جوالة الجامعة التي شاركت في حج هذا العام وكان لها حضور فاعل ومشرف في خدمة حجاج بيت الله الحرام. الأخوة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين، بما أننا على أبواب عام جامعي جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاماً حافلاً بالعمل والعطاء في سبيل تحقيق النجاح المنشود لخدمة هذه الوطن. لذلك أحث الجميع على الإخلاص في العمل لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعاً في جعل هذه الجامعة في مصاف الجامعات المتقدمة بإذن الله. أيها الزملاء الأفاضل، مع بداية هذا العام سنرى بعض الخطط والبرامج والمشاريع التعليمية والبحثية التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، بدء من خطة الجامعة التشغيلية لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية والتي ستأخذ موضع التنفيذ مع بداية العام، بالإضافة إلى بعض المبادرات والبرامج التي تسعى الجامعة لرفع مستوى مخرجاتها من خلال بعض المشاريع التي تم اعتمادها في المجال التعليمي وتطبيق برامج التعليم الإلكتروني. وكذلك سنشهد بإذن الله هذا العام بدء الجامعة في برامج الدراسات العليا، فضلاً عن توظيف التقنية في عدد من البرامج لتحقيق التحويل الرقمي بإذن الله في هذه الجامعة، إضافة إلى عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية في مختلف المجالات، حيث ستكون هذه الفعاليات متعددة وتحظى بحضور علمي كبير. وكذلك تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تتوفر فيها كافة الإمكانيات من خلال الاستغناء عن المباني، حيث انتهت ولله الحمد الجامعة من نقل كليات محافظة الدوادمي إلى المباني الجامعية الجديدة وتجهيز هذا لتبدأ هذا العام إن شاء الله عام 1441 هجرية. وختاما نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرد كيد الكائدين وأن يحفظ وطننا من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. حفلنا الكريم لكل منا مشاعر وأحاسيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لمن أراد المشاركة بتهنئة أو بكلمة أو بقصيدة في هذه المناسبة الجميلة فالمجال متاح للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حقيقة أهني معالي مدير الجامعة والزملاء جميعاً بعيد الأضحى المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أجد حقيقة فرصة للحديث حول نقطة مختصرة، وأجد هذا الجمع حقيقة بحضور معالي مدير الجامعة وسعادة الوكلاء للتنبيه على أمر حقيقة لا يخفى الجميع، وإن كنا نحتاج جميعا على التنبيه عليه، وهو مسألة الأمانة. والأمانة هي حمل ثقيل قد اعتذرت السماوات والأرض من حمله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقضية الأمانة تدخل في كل شيء، لا سيما في مجال العمل، فنحن نحتاج جميعا إلى التذكير بموضوع الأمانة. وإذا كان الإنسان أميناً فإنه يراقب الله سبحانه وتعالى حتى لو كان بمفرده، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يراقبه. الحديث عن الأمانة أيها الإخوة
هو يدعونا جميعاً إلى استشعار أننا سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كان المسؤول غايب فإن الله عز وجل لا يغيب. أقول هذا الكلام أيها الإخوة وأوجهه لنفسي في البداية وإلى زملائي محبةً للخير وحرصاً على أن تبرأ الذمم ما دام أن في الحياة، والأجل والموت يختطف الإنسان بين لحظة ولحظة وبين عشية وضحاها. ما أود الإطالة الحقيقة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على التقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الجامعة ولمديرها معالي الأستاذ الدكتور عوض ولجميع الزملاء التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يحقق ما تم رسمه من خطط وبرامج في القريب العاجل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. الحقيقة هذه فرصة ومعايدة، لا تخلونها رسمية. نتمنى حقيقة من الأخوان اللي عندها أي فكرة أو أي تغريدة ممكن يكتبها في التويتر يعطينا إياها هنا، يعني أيضا الشفافية، الأخوة، الدعوة الصادقة للجامعة. لا تدعوا لي أنا، ادعوا لجامعتكم يعني الحقيقة، لأنها لما تدعي للمدير تدعي لشخص واحد، لكن لما تدعي للجامعة تدعي لأكثر من 40,000 شخص في هذه الجامعة. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، صباح الإبداع، صباح النجاح، صباح التميز. اليوم يومنا متميز حقيقة لعدة أسباب. السبب الأول هو وجود النخب المتميزة من قيادات الجامعة في هذا اليوم المتميز في بداية عام جديد إن شاء الله بإذن الله، فنسأل الله عز وجل التوفيق فيه. كلمة معالي مدير الجامعة نسأل الله له التوفيق كانت كلمة وافية ودائما يحثنا عليها، وهي الانتماء والولاء لهذه الجامعة. فنحن نجلس في هذه الجامعة أكثر مما نجلس مع أبنائنا ومع أصدقائنا ومع أهلنا ومع جماعتنا ومع ربعنا. يعني ممكن كل واحد جاي من قبيلة أو من منطقة ليست هذه المنطقة له، لكن جماعتنا هذه الجامعة. فهذا الانتماء لا يمكن يتحقق يوم من الأيام إلا أن يكون هناك أخذ وعطاء، أن يكون هناك محبة، أن يكون هناك ائتلاف مع البعض، أن يكون الأبواب مفتوحة سواء من معالي مدير الجامعة أو وكلائه أو عمداء الكليات أو مدراء الإدارات. فالكل جميعا لا بد أن يفتح أبوابه، والكل جميعا لا بد أن يكون يعني هدفنا واحد وانتماءنا واحد، هي أن تكون هذه جامعة شقراء رقم واحد ورقم صعب، وهذه ليست صعبة علينا. فالحمد لله وفضل من الله منيت هذه الجامعة بقيادات وكوادر متميزة ليس عليها صعب أن تكون رقم واحد. فالحمد لله نحن نطالع في تويتر في إنجازات الجامعة خارج الجامعة من طلابنا المبتعثين بإنجازات نفتخر فيها، وهذا شيء جميل ورائع.